السلام عليكم. الحلقة 11 اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019. الحلقة الفايتة وقفت عند من يوصل ليمي الدار ديال الفيلا ديال بوسيس، غادي نتكلم شوية على لابريزونس ديال عبد الحق العشاشي ديال بوبكر الحسوني في باريس. في اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 1965 اتصل الكولونيل دليمي من الجزائر، اتصل بالكابان ديريكتومون عبد الحق العشاشي وطلب منه باش يحضر في باريس لمساعدة أخيه في ربما يحتاجو، وطلب منه باش يدي معاه الفلوس الدوفيز زايدين ربما يحتاجو، ربما يحتاجو خو ولا هو نيت. هاديك الساعة في دليمي كان كيظن واش المواعيد ديال مهدي بن بركة ديال 29 أكتوبر 65 ما غاديش يطيح فيه الفخ مهدي بن بركة، لأن هو عنده البركة ديال مهدي بن بركة عتقاتو شحال من خطرة في الماضي، بالأخص في 62 وفي 57 وفي 64 في الجزائر، ولهذا ديك البركة ديالو خافلت عاود تاني تعتقو من جديد، ولهذا ما كانش هو غادي يجي لباريس نهائيا، كان عنده مهمة ديال في الجزائر اللي غادي يكملها بلا ما يجي لفرنسا. فعلا عبد الحق العشاشي قرر باش يجي لباريس نهار الخميس 28 أكتوبر 65، كان غادي يجي لباريس وغيجيب معاه حميدة أجدين هو اللي كان فرملي اختصاصي في الدوزاج ديال الانستيزي. هذيك النهار ديال الخميس حميدة ما جاش للخدمة، ما جاش للكابان منذ يومين، هنا يومين تبعه هو تيمشي لبوات جوري نوي اللي كانت قدام لابارتمون اللي كان كيسكن فيها، كنت نسكن فيها انا ويا بجوج زنقة بورسعيد في الرباط حي حسان، كانت هذيك كانت تيمشي جوري نوي يومين تبعه تيقصر فيها حتى جوج ولا ثلاثة الصباح، الشيء اللي جعلو ما حيدش منو كتسموه التمن، بقى متمن يومين هو ما هوش في هاد العالم. عبد الحق العشاشي قرر يدي معاه الفرمليل الاخر ديال الكبان، لان هو
انا كان فيه لانفيرميي ديال لا كونتسيفيرسيون، وكان فيه لانفيرمي ديال الكاب ان اللي كان كيدير لي سوان ديال البيرسونيل، وكيدير لي سوان ا دوميسيل ديال البيرسونيل ديال الكاب ان. ولكن لا علاقة لي مع الدوزاج ديال الانستيزي، ما يعرفش لك شي. ولكن مع انه في انفيرمي جابوا معاه، قال لي سيرجي الباسبور ديالك دابا ويطلع معايا لباريس. جاوب جوج لباريس نهار الخميس 28 أكتوبر 65، ونهار الجمعة مع الصباح على بريميرو صبحوا في فيلا بوسيش. منين دخل ليميل لا فيلا بوسيش، كاين واحد ديتاي تري امبورطون خصني نسينياليه، وهو انه هو دخل هي في دي لي غون ديال لا شيرورجي، لي غون بيضين اللي كيديرهم الاطباء. علاش دير هاد لي غون؟ على انه هو ناوي يرتكب شي جريمه بلا ما يخلي لي تراس. هو الوحيد اللي كان عامل لي غون في وسط لي زوط بوليسي ديال الكاب ان، حتى واحد فيهم ما كان دير لي غون الا دليمي. منين دخل دليمي للفيلا و مريم بركة ناض داك يغوط، دخل خاب منو دخل منو، غادي يقول لينا هو منين جات. كاين لو زوطر بوليسي كانوا معانا منين جا مهدي بن بركة اللي كانوا دايرين ليه لا فيلاتور، وهما كان ان بوليسي ديال لي زوبيرسيون تكنيك، هو شتوكي شتوكي ميلو التونزي الملقب بشتوكي، عطا أوامر للميلود البوكر الحسوني باش يزيرو المهدي بن بركة و الميتريزي. فعلا إلو ميتريزي وبقى كيتركل وكيجيستيكولي بحال هكاك، قال ليه بور لو كالمي عمل ليه اون انجيكسيون. هذا ليميل اللي عطا ان اوردر الحسوني باش يدير ليه اون انجيكسيون، دار ليه فعلا اون انجيكسيون ديك الساعة بور لو كالمي. إلا بيردي كونيسونس واحد المدة وبقى محطوط تما في اللي هو لونجي في الصالون كيتسنى يفيق. بيد ما يفيق المهدي بن بركة وقع واحد لاكروشاج ما بين محمد العشاشي اللي هو الشيف ديال لوبيراسيون بويا بشير، وما بين الكوموندون دليمي احمد دليمي على
الحساب لوبيراسيون بويا بشير محمد الشاشي كان عنده ليزانستركسيون باش غادي يدخل المهدي بن بركة المغرب يدخلو حي ماشي ميت. هادو ليزانستركسيون اللي تعطاو لمحمد الشاشي ديريكتومون من عند الحسن الثاني. كوموندون كليمي عندو دي زانستركسيون من عند الحسن الثاني ايغالمون بور ليكيزي فيزيكمون المهدي بن بركة، ما يبقاش عايش في خصو يقتلو. الوغ مع هاد المسؤولين بجوج كان عندهم دي زانستركسيون كونتراديكتوار ديال الحسن الثاني، بدات المناقشة بيناتهم، والمناقشة كانت حارة. يعني محمد الشاشي لبري لا ديفونس ديال المهدي بن بركة، من الوقت اللي فاش فاق المهدي، كان فاق حيان بزاف، شربوا واحد قرعة صغيرة ديال لومينيرال، بدا كيحط لي دي كيسيون دليمي، ولكن المهدي كان حل عينيه تيشوف ولكن ما تيهضرش، ما هضر ما تجاوبو على حتى شي كيسيون. وهذوك لي كيسيون اللي كان كيحط ليه كاين عندنا الاجوبه ديالهم وكثر منهم في زارشيف دي كاب. الوغ بقات القضيه بحال هكا، ما قدرتش يستعمل العنف الدليمي لأن هو الأساسي منعو باش يستعمل العنف وباش يعمل انتروغاتوار وفورسي المهدي. في جوايل 12 ديال الليل وصل الجنرال وفقير، من دخل مع الباب ديال الفيلا في تاكسي من المطار، غير شافو المهدي بن بركة وعرف بان هو النهاية ديالو وصلت. كيف دخل وفقير قال ليهم باش يكتفوه المهدي بن بركة، ويعذبوه. اللي بدو كيعذبوه مسكين هو إلا في تري بو رياجي، تري بو، مبقاش عندو القدرة، لأن هو لوسكي لا في بيردي كونيسونس، من بعد فاش عاود فاق ماشي هو هذاك، بقي ديخ في الاثار ديال الانستيزي. بداو كيعذبوه، بداو علقوه وبداو كيعذبوه، خدو لاكاف ديال لا فيلا وعلقوه في لاكاف وبداو كيعذبوه. هنا حتى شي حد ما كان يمكن ليه يحبسو فقير باش يعمل له تورتور، و
وفقير ايغالمون منين جا من منين جا للرباط جا للمطار وهز الطيارة اللي كانت وصل لرباط سلا المطار جوي سبعة الا ربع ونص. ومن تم شاف هذيك الطيارة العسكرية حتى الفاس فرسيس في كيل الملك حسن الثاني ودخل عنده مشى عنده القصر في هذيك الحالة سكران مسالي ومن بعد رجع ومشاف مشى لباريس ديك الساعة في نفس الطيارة اللي كانت كوندويت بار دو بيلوت ميليتير. منين جا لباريس جوايا 11:15 شد تاكسي من المطار اللي جابو لا فيلا بوسج. الوغ لوك فاش دو كيديرو لا تورتور لمدينة باكار واحد الوقت مبقاش عقل نهائي توفى ما عندو ماشي ما كانش عندو الجسم قوي باش يتحمل داكشي هذا. ملي شافو توفى واحد ما كان في الجروب ديال نتاع شاشي حتى واحد ما كان كينتظر هاد النهاية ديال المباركة بحال هكا. كلشي بقى ساكت و تيخمم هاد الفقير الدليمي قالوا الحاضرين في هذيك الحلقة قالوا لهم باش ما يعيطوش للرباط للكاب أنا والعائلة ديالهم يتسناو الأوامر وبقاو سور بلاص. من بعد مشاو هما كل واحد رجع للمطار اللي خلا فيها الطيارة اللي جا فيها وشاف مشاو بجوجهم كل واحد مشى في طيارة بوحدو باش مشاو ورجعو لفاس وروندر كونت هاديك لانوي في لانوي دو 29 و 30 وصلو في 6 دو ماتان بحبو تقريبا في ولا 7 دو ماتان وصلوا لفاس مطار فاس مشاو لعند الحسن الثاني بجوج عطاهم دو نوفيل انستركسيون. من بعد اللي غيرجعو الغد الاخر غيرجعو دون دو فول ديفيرون باش وصلوا لباريس جوه 6 ولا 7 ديال العشية نهار ديال السبت ستادير فانت كاترور ابوبري من بعد فاش تخطب بن بركة. منين جاو ديك الساعة كل واحد جا في كون زان فول ديفيرون نزلو بجوجهم في المطار اورلي باري اورلي ومن تم جاو في تاكسي كرون تاكسي لا فيلا بوسج. الوغ في هاديك الليلة ديال السبت سمعو واحد لانونس
هذيك الليله ديال الجمعه لو 29 ستادي في لي بروميير زور ديال لو ساندي 30. منين توفى المهدي بن بركه وقعت لا بانيك عند دوك كلشي اللي كانوا تما. انا ديك الساعه قال لي محمد العشاشي غتمشي انا نشوف بار نيمبورت كي مويان باش نمشي نوصل للرباط وندوز ديريكتومون الكاب ان. انا خرج ديك الساعة من لا فيلا قبل الطاكسي ومشيت للمطار ديال اورلي. باهي اورلي قبلت ان افيون اللي كان قريب. الفول ما كانش غادي للمغرب غادي لتونس. مشيت لتونس صبحت فيها مع الصباح مع جوي 10 تقريبا ومن تونس قبلت طيارة أخرى اللي دخلتني المغرب جاتني كازا وفي كازا قبلت تاكسي كبير داني الكابل. ملي جيت الكاب ان في هذيك العشية ديال السبت جيت ديريكتومون لابيرمانونس. لابيرمانونس لقيت حميدة هو اللي كاين في لابيرمانونس. حميدة أجدين من بعد فاش مشيت انا من باريس محمد العشاشي والمسناوي وساكا بثلاثة مشاو لايروبور ديال باري اورلي مشاو تاهما قطو دي زافيون باش يدخلو للمغرب دون لا كروند بريسيبيتاسيون. دخلو المغرب ماشي ديريكتومون تاهما دخلو شي مشى لألجي عاد دخل لكازا وشي مشى لتونس عاد دخل لكازا. المهم وصلوا لكازا وصلوا للكاب ان جوي نهار السبت في الليل. مازالوش في الكاب ان مشاو ديريكتومون ليورم لو كانوا مسالين وديموراليزي كومبليتمون. الاخرين اللي بقاو تما في هادشي اللي كنحكي دابا على حساب التقارير اللي توصلنا بها من بعد انه هو ميلو التونزي كان بقى تما في بلاصه هو اللي غيدير التقرير باش غادي يعلم يقول لنا اش وقع في لا فيلا. في لا سواري ديال الخطبه ديال في اذاعه في راديو اذاعه راديو الفرنسيه قالوا على انه هو مهدي بن بركه ايتي انتربولي بار des policiers par deux policiers français à Paris. هذا الخبر قالتها شي إذاعة ديال فرنسا. في الوقت اللي فاش مع هذا الخبر اللي تقلت وقعت لا بانيك جينيرال ديك الساعة عند لا فامي ديال لي بوليسي اللي كانوا ميسيون في باريس.
وقعت une panique un peu partout لأن هو كل شيء كان متفاجئ من هذا الخبر. وفكر منين جا لباريس عطاه تعليمات باش ليمي غادي يوقف على العملية ديال انه التعليمات اللي عطاهم الحزام الثاني قال ليهم باش يدخلوا الكادافر ديال المهدي المغرب هذيك الليلة دون لا نوي ديال السامدي 30 أكتوبر و ديمونش 31 أكتوبر فهاد لا نوي خصهم يدخلو الكادافر ديال المهدي المركب المغرب والحسن التاني عيط سيرتين ما اللي كان العلاقات اللي عنده في باريس انه عنده العلاقات ا طول نيفو وفاسيليتي هاد العمليه ديال لو تا واحد ما عارف دو كويت سجيب ولكن يسجي لو فاسيليتي العمليه ديال الرجوع ديال الطياره اللي فيها شي حد اللي هو مريض كيقرب مو مرض هذيك النهار ديال السبت في الليل هزو الكادافر جات اون فواتور اون فواتور اللي دارو فيها الكادافر ديال المبركة ملبس مزيان لابس بحال اللي راه حي باقي حطو اللور وريح حداه من اليمن وعلى اليسار دايرين بيه ميلو التونسي الشتوكي مع أبو بكر الحسوني مدير بي هادو غادي يبقاو معاه حتى غادي يدخلو معاه المغرب الجوج ملي غيدخل المغرب غادي يمشو معاه البيف تو دار المقري حتى غادي لي كيلو نهائيا يفون دي فير ديسباريت الكادافر ديالو ليمي غادي يرجع فهاديك الليلة بارافيون باش غادي يوصل للرباط مع جوي 11:12 تقريبا يوصل للرباط وديك الساعة من ما كلشي تسعود ولا 10 الليل غادي يترونسبورتيو بالكادر ديال المهدي بن بركة من لا فيلا بوسيس حتى لا فيلا ديال أنطوان لوبيز كان في واحد الفيلاج آخر لي قريب لفونتوني الفيكونت بقاو تما لأن هو فهاديك لا فيلا ديال أنطوان لوبيز كانت عندهم سالو ديرها هنا هو أنطوان لوبيز عطا السيروت ديال الفيلا ديالو للجنرال فقير باش إلا بغا ينزل فيها ينزل فيها ولكن الجنرال فقير ديك الساعة مع دليمي كانو كينزلو في لي زوتيل رفاع لي مي زوتيل لي كاين في باريس كاين غير 5 إتوال مكاينش لي كينزل في أوتيل بون كلاس
غادي يبقاو في هذيك لا فيلا ديال لوبيز. انا هو خافو ربما تكون شي ديسون ديال لا بوليس ديك الساعه في لا فيلا ديال لوبيز، ربما الى لونكيت مشات تري فيت غادي يجو ديريكتومون لا فيلا ديال لوبيز، هزو الكذاب ودو خرجو من تم داو مشات لافوتور عند لا فيلا ديال لوبيز، بقات فيها شي شوية ومن بعد قبطو الطريق ومشاو لايروبور اللي فين كاينه الطيارة، لان دي زايروبور دو باري، ماشي اورلي اللي معروف، ولكن لان دي زايروبور اللي معروف، بزاف لي زايروبور سكوندير. غادي يوصلوا لايروبور، غيلقاو الطيارة واقفة تما هاديك الموتور مارش، غادي يطلعو المهدي بن بركة داير بيه أغوش يا دروات ميلو تونزي شتوكي مع بوكر الحسوني، بحال شي حد سكران ولا غراب مو مراد، ولا غادي نبي تطلعو في لاباسريل ديال لافيون ودخلو لي فورماليتي ديال لابوليس وديال لادوان، ما تيكون لا تقلاب لا والو، بون لي باسبور مفعوم هم البوليس عطوهم صافي بلا ما يشوفو سون فيريفي ليدونتيتي ديال كل واحد بلا، ومشات الطيارة للمغرب. فين غاتوصل المغرب؟ ديمونش خمسة و ستة دي ماتان، غادي تلقى في المطار ديال محمد الرباصلي كيتسناها حميدة أجدين، هو اللي مشى ب بين غروند فواتور دو سيرفيس مرسيدس، مشى بيها باش يتسناهم في المطار. منين وصلوا المطار غادي يدخل حميدة الطوموبيل حتى لو تارماك حتى لحدا لاباسري ديال لافيون، باش غادي ينزلو مهدي بن بركة وغيطلعو في لافواتور ديال حميدة، وطلعو زوجهم حدا واحد أغوش وواحد دروات، وغادي يمشو اون ديريكسيون دو عربة سويسي. وصلوا لعربة سويسي مع شي سبعة ونص ولا تمنية، دخلوا البيف دول ذات المقري، دخلو بقاو تيتسناو الأغمر اللي عندهم، يحطو الكادافر تما وبقاو كيتسناو، حطو الكادافر في واحد البونكار، يلون ألونجي سور البونكار وصوروه دون ديفيرون بوزيسيون، وبقاو كيتسناو دو نوفيل انستركسيون. لو نوفيل انستركسيون لي ما غيتعطلو بزاف، لان هو حتى حد ما كان يمكن لي يعطي لي انستركسيون الا تليمي ولا افقي لي فرير الشاشي
إنه أبروبو لو عبد الحق السي محمد العشاشي ومسناوي وساكا دخلوا ديريكتومون لديورهم، قتلهم غير الخلعة. عبد الحق العشاشي كان نازل في أوتيل ديال 5 إتوال، داك الأوتيل الكرون لوكس اللي موافق ينزل فيه مع تليمي. فهاديك لو دي بون سوار كان واحد الحفلة مديورة في السفارة ديال المغرب بمناسبة ديال نهاية ستاج دو فورماسيون ديال لي غوفرنور ماروكا، لي ميليتير ميليتير كي اونت ايتي فورمي كوم غوفرنور qui allait diriger les provinces du pays, du Maroc. Quand il a eu un stage de quelques mois en France, où la fin du stage d'Etoum correspondait avec la date de l'enlèvement de Mehdi Mbarka. الحق شاشي كان في الوطيل، ومن الوطيل مشى للسفارة، الحفلة اللي كاينة في السفارة بقى فيها تما. في هاد 48 ساعة اللي دازت ولا 24 ساعة، لونكيت مشات بواحد السرعة كتيرة، وكانوا عندهم لا بي جي لقاو سوفيزامون دو بروف كونتر وفقير ودليمي وعبد الحق العشاشي. الجنرال وفقير من نهار السبت في الليل فجا من فاس جا لباريس نهار السبت، إلى كونتينيو سور لا سويس باش يشوف مراتو وولادو في لا سويس. رجع من عند ولادو نهار الحد في العشية باش يحضر في الاجتماع اللي كاين ديال سفارات المغرب. اللي كان في الاجتماع ديال سفارات المغرب وهاديك الوقت الانتصارات اللي كانت عند الحسن الثاني مع بزاف مسؤولين في فرنسا اتصلوا بيه وقالوا له دير القضية حامضة، راه غادي يشدو وفقير مع دليمي مع عبد الحق العشاشي. دار جميع المجهودات ديالو باش ما يتشدوش هاد وفي لاكروند لينا، هو لو كان شدو صافي هاد القضية غاد يتشدو وفي لاكروند لي، يعني لو كادابر ما كاينش حقيقة ولكن غيتشدو، يعني غيكون القضية صعيبة بزاف فيزافي ديال العدالة الفرنسية. غراس على الانترفونسيون ديال الحسن الثاني باش غادي، لأن هو كانت الكوميسير بوفي الشاب ديال لابيج ديال باريس هو اللي كان شاد لونكيت اون بيرسون، جا السفارة جاب هو اللي الكوميسير اللي معاه كيتسناو لا صورتي في السفارة باش يخرج، مين غيخرج وفقير ودليمي ولا شاشي باش يشدوهم.
جاتهم أوامر باش ما يشدوا حتى شي حد. وهذيك الليلة بقى تيهضر على انترفيو ديال السفارة، وفقير كانت بقى تيهضر مع حسن الثاني واحد المدة وما تيهضروش. هذيك لا ريسبسيون اللي كانت في السفارة كانوا فيها كاع شخصيات معروضين وحاضرين، لا لوتوريتي اترونجير ولا لوتوريتي ديال الانتيريور، ولا كان جميع ديال الوزارة، بزاف الوزارة اللي كانوا حاضرين. من بعد منين كان وفقار عنده ايتي سارتان بينه هو ما غاديش يتقبض، عاد خرج من السفارة هو والدليمي وعبد الحق هشاش، مشاو ديريكتومون من السفارة، مشاو لايروبور دورلي، لأن هو كانت عندهم ريزيرفاسيون ديال السيرفيس سبيسيو فرونسي، هما يدبروا لهم على تيبيي باش يرجعوا للمغرب. وفقاو ودليمي غادي يرجعوا ديريكتومون، يجوا من المطار، المطار كيشوف فيهم الكوميسير بوفي والوزير كيشوف فيهم، ولكن ما قدر يدير حتى حاجة. لا ريزون ديتا فوق من كل شيء. جاو المطار وشفتو الطيارة اللي جاية من المغرب، عبد الحق العجاجي شد الطيارة، تا هو كانت ريزيرفاسيون من لي سيرفيس سبيسيو، تا هو كانو غير دو بلاص، شاف فيهم دليمي وفقير. لا باردون، مشا ماشي وفقير، وفقير هو كان غير اون بلاص مشا فيها وفقير، دليمي كان مشا لافي، دليمي كان مشا نهار باش وصل، مشا نهار السبت في الليل، الليلة فاش ترونسبورتر كذا غادي من بركة، دليمي مشا هاديك الساعة بارافيون باش وصل المغرب جوي الحداش ونص ولا تقريبا ولا طناش، من غير يوصل للمغرب غادي يجي ديريكتومون البي اف دو ديال المغرب باش يعمل واحد الخدمة أخرى اللي كلفو بها الملك الحسن الثاني. وفقير هو اللي بوحدو ملي جل حضر في الاجتماع ديال السفارة، وبقاو البوليس عاصرين عليه راه برا، لا هو لا عبد الحق العشاشي. ملي غادي يجي ديريكتومون هو وفقير غايش الطيارة، البلاصة الأخرى اللي كاينة كاينة في أن أفيون اللي غادي لتونس، هو اللي غادي يمشي فيه عبد الحق، غادي يشد داك لافيون ديال تونس، ومن تونس غيجي للرباط، غادي يوصل للرباط نهار الحد في نهار الاثنين، غادي يوصل للرباط، كنا بقى كلشي مخلوع عليه، صحاب هو شدو ولا عاد منين جا سمح في حوايجو لي باكاج ديالو خلاهم في لوطيل. من بعد غادي يتصل لوطيل باش يصيفطو ليه الباكاج ديالو، صيفطو فعلا وصيفط ليهم الخلاص ديال لا فاكتور ديالو، وخا ما بات ليلة عندهم، بات غير ليلة وحدة في الأولى، ولكن دازت تلت أيام ولا ربع أيام خلصهم في كل شيء وصيفطو ليه حوايجو. منين وصل الكادافر ديال المهدي بمكة،
البي في دو كما قلت بقاو تيتسناو. كان حميدة أجدين تونزي ميلود بوبكر الحسوني، هذوما اللي كانوا. وكيتسناو لي زانسكريبسيون، إنه عندهم تليفون ديريكت مع الكاب ام على بيرمانونس. من جهة ليمي المضاد المقري هو اللي عيط ل لي بريغاد سبيسيال، هما اللي كانوا كيستعملوا هو كان من قبل الى بري الى ديسبوزيسيون باش لا كوف اينوكس باش تكون عامره، موجوده. كلف بها لا بريغاد سبيسيال ديال القرواني بن ناصر، عمرو لا كوف. ومنين خد ليمي المغرب اتصل بهم وزاو لدار المقري، قرواني واحد دوز طور بوليسي معاه من الدروب ديالو باش وفير ديسباريت الكادر ديال مدينة مبارك. هادشي اللي وقع في لا فيلا بوسيس، في لا فيلا بوسيس ولا في لا فيلا ديال الدار المقري، هادشي اللي وقع فيهم كان فيلمي ومسجل عندنا في الجرشيف. هاد الفيلم ديال لا ديسباريسيون دو كادافر ديال مدينة مباركة مشات منو دات ليمي احمد ليمي لوندوما ديال ديسباريسيون دو كادر، غادي يدي لو فيلم لروى حسن دو ديريكتومون، عطاه لي لي ماف او مام بروفا، عطاه لو فيلم. الكوبي ديال لو ميم فيلم كانت عندنا في لي زارشيف ديال لا كونتروفيرسيال في لو كوفر فو ديال محمد العشاشي، شحال من خطرة شفناها وشفناها 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 باش نقول لك دي ديزان دو فوا. يعني هي ولا لونليفمون ولا كلشي كان فيلمي، عندنا في لي زارشيف. هاد لاتريست فان ديال مهدي بن بركة جعلت من الجروب ديال الحشحاشي يترونفوصاو بزاف تاع هادو تريليي بيناتهم. هنا هو عاشو هاد المرحلة ديال لوبراسيون بويا بشير، عرفوا واش وقع المهدي بن بركة، من عرفوا مزيان ما كاينش شي حد اللي كيعرفوا بحال هاد الناس. وهادو كيتعاطفوا معاه كلهم، انا واحد منهم ولا سي محمد العشاشي ولا مسناوي ولا ساكا ولا حميده ولا زيني ولا كلنا عندنا معاطفين مع المهدي بن بركة. منين وصلت ليمي وصلت طوموبيل ديال القرواني بن ناصر، لا ماشي القرواني اللي جا
ويلي هو اللي جا تاوم لي زوبيراسيون تكنيك. محمد نويني هو اللي جا باش غادي باش بو فير بارتي ديال لي جون كي فون فير ديسباريتر لو كذاب. غادي يحلوا لا كيف كانت عامره هذيك لا كيف كان فيها ان برودوي كيميك كانت كتكون تقريبا عامره وانتير لكن راه لكن فيها تقريبا ان ديامتر ديال 2 متر 50 وفيها لوطو ديال ابوبري 1 متر 50 من لوصول وكانت هي تسيلي وصول سيت اون كوف اللي كانت تسيلي في الفول وعندها الغطايه ديالها كتحل وتسد. دور كتكون عامره نورمالمون و ان تيير ولا و ان كار على الاقل وكيديروا فيها بليزيور كادافر كاين ثلاثه ولا اربعه ولا كيديروا من بعد ديسباريس اونتيرم ما كتبقى حتى شي حاجه صحيح كلشي تيدو. غادي يهزو المهدي بن بركات شي كاين كيتصور لي فوتو كاين لو فيلم لو فيلم غيديرو لي غيديرو هو محمد نويني هو اللي غيدير هاد الفيلم ديال لافان ديال مهدي بن بركة لا تريست فان دو كاداب. غادي يديرو في غادي يديرو يبلونجو في لا كيف وغادي يسدوها هنا انتهت المهمة ديال انتهت القصة ديال المهدي بن بركة. الوغ في او نيفو دو لونكيت وقعات بزاف ديال صداع فرنسا في هذاك الحد نيت مع كوم كانوا لي جورني فيري متابعين كانت لا فيت دو لا توسان اون فرونس كانت مع نهار جات نهار نهار لو فوندرودي 29 اكتوبر وفي هادي جورني فيري متابعين يمكن حتى نهار الثلاث ولا سكي في ما كانش في البيرسونيل كله حاضر في البيرو ديالو كانوا غير لي بيرمانونس لا بيرمانونس يكون فيه مدن قليل ماشي بزاف ولكن مالغري انه هو لي ديكلونشا لونكيت لي دونك لي ديكلونشا لافير وهو ليتيديون تامي ازموري لي سيلوي كي افي ايتي مناسي بار دو بوليسي دو كاب ان اللي وروه لي زارم ديالهم اللي تحملو شافهم تخلع قالو لي غادي تسكت تمشي في حياتك ولا غادي نصفو عليك كيهضرو بيهضرو يعني افيك فيولونس وخلعوه خرجوا في عينيهم هما وجديين دوك الكلام ديال وجديين واعرين يعني بان لي عليهم بينهم راه ما معاهمش الضحكة هذوك الناس. مشى من بعد في الصغار غادي يمشي غادي ديكلونشي لاغيرت و غادي يتصل بلا فامي ديال المهدي بن بركة نوتامون مع خوه عبد القادر اللي غادي يجي لو لوندومان غادي يجي باش بو ديبوزي بلانت. لوخ فاش جا ديبوزي بلانت خوه ديك الساعة راه باقي الكادر ديال المباركة باقي في باريس باقي ما جابوش المغرب هادي هي لي ميل وقتي فاش
كملت العملية وكانت فيلمي لا ديسباريسيون. وديك الساعة الماتريال اللي كان أهم باش في لي زوبيراسيون تكنيك، يعني هذاك اسمه محمد النويني مع ميلو التونزي غادي يخرجوا ديك الساعة، عندهم طول المويه باش يخرجوا الفيلم، غادي يديروا دو كوبي، وحده غادي يصيفطوها يعطوها دليمي غيديها يعطيها للملك الحسن الثاني او مام برو، والاخرى غادي يديروها مع الرابور اللي يدفعوه لي زوبيراسيون تكنيك، لو ديرني رابور اللي داروا ديال لوبيراسيون بويفاشي. والبوليس الاخرين اللي كانوا في هذه العمليه في فرنسا كل واحد مشى في حاله، دخلوا في حالاتهم من المغرب، كل واحد خدا كونجي ديال ان كونجي ديال 15 جور ولا 10 جور، وكل واحد مشى ريح ريح شويه، لانه هذيك 6 ولا 7 مواليه اللي من قبل، اللي من مارس بدات في مارس حتى في اكتوبر، كانت قاصحه بزاف على الدراري ديال الكابان ديال لي زوبيراسيون تكنيك وديال لي بوست كولابوراتور ديال محمد العشاشي. من بعد ليمي غادي يدي لا كوبي دو فيلم الحسن الثاني، هاد لافير تقلب الدنيا كلها في باريس، نوات سي لافير دو سيكل، سي لافير لا بلو غراف اللي كانت انه باش تخف ان اون بوليتيك ماروكان زعيم ديال المعارضة ديال الحسن الثاني تخفو اون بلان باري، واللي داروا لي لانتربيلاسيون دي بوليسي فرونسي، واللي تي ترونسبورتي ابور دي فواتير فرونسيز، هادشي كلو كنشوفوه في الفيلم ديال لونليفمون ديال مهدي بن بركة، كنشوفو فيه لا فواتير لي واقفة قدام لا براسري ليب، كنشوفو منين جا مهدي بن بركة في التاكسي، ومنين التاكسي الاخر اللي موراه والطومب الاخرى اللي موراهم، كلشي هادشي اللي درت كلهم اللي هضرت عليهم كلشي كاين في الفيلم، الفيلم ديال لونليفمون ديال مهدي بن بركة اللي فيلم هادشي ديال لونليفمون، هما ميلو التونزي اللي يلقب بالشوكي مع حسن بن يوسف، هما اللي فيلمو هاد واللي في موديل مهدي بن بركة، واللي فيلما لا ديسباريسيون دو كاداف ديال بن بركة وهو محمد نويني ان او يو ان اي نويني ان او يو اي ان اي محمد نويني. احنا غادي نقطع دابا انه هو ساعة هادي ديال باش نسجل، غنقطع باش نوقف الحلقة رقم 11.